لعنكبة لأوكرا أوغستين، تسديدة قوية من أوغستين والحارس ورمضان يضع الكرة في المرمى. جول رمضان عجب ينجح في التسجيل للمرة الثانية في هذه المباراة ويسجل ثالث أهداف المريخ في هذا اللقاء. إذا رمضان عجب ينجح في التسجيل بعد كرة تسديدة كانت من أوكرا. رمضان ينجح في التسجيل في الدقيقة 44، تسديدة قوية من أوكرا وحفوة من الحارس. رمضان على طول في المرمى، هدف مريخي ثاني لرمضان وثالث للمريخ في هذا اللقاء وفي الشوط الأول. إذا ثلاثية مريخية في الدقيقة 44، شوف الكرة ورمضان على طول في المرمى، هدف مريخي ثالث. أمامنا رمضان عجب وصل لتسعة أهداف في الدوري الممتاز مع أخرى بتسعة أهداف. إذا رمضان ينجح في مضاعفة النتيجة بهدف مريخي ثالث. احتجاجات كانت من مريخ السلاطين، إنه رمضان اصطدم بالحارس، لكن هدف مريخي.